مثل جلسني بهالفترة من الصيفية بننطر مشروع سيزوبيل كتير حلو، جوني شامبتر يلي كل الناس بيسألوا عنها، وأوقات كتير من المغتربين بيعملوا صيفيتهم تخلص على من بعد جوني شامبتر إجمالاً، لحتى ليكونوا استفادوا من النهار الممتع مع سيزوبيل. اليوم معنا من الكوميتي دي جون، معنا جونيفييف أبيهيلا، أهلا وسهلا فيك، وكارين قاعي، أهلا وسهلا فيك. قبل ما نحكي عن جوني شامبتر للمشاهدين اليوم يلي يمكن وقليل أكيد أول مرة بيتعرف على جوني شامبتر، بس خلينا نتعرف على سيزوبيل هيك ببريف صغير مرة جديدة. سيزوبيل هي مدرسة للأطفال المصابين بإعاقة من أعمار 0 ل 12 13 ans، وهن بيجوا الأولاد من عبكرة بيرجعوا بعد ظهر عند أهليون، بتشمل الإعاقة الجسدية والعقلية. وهلأ نحن عم نعمل مشروع جديد، مركز للتوحد، بيكون حد المدرسة بعين الريحانة، بيتخصص بس بالأطفال المصابين بالتوحد. وبس بالصيف في كولوني للأولاد، لأنه ما فيهم كل الصيف يضلوا برات المدرسة، يعني كتير بعاد عن الفترة. الجو يلي هن لازم مزبوط يكونوا فيه، بعاد عن الثيرابي وكل هول. في كولوني كمان للأولاد ترفيهية أكتر ما هي غير شيء. نعم، هيدي سيزوبيل يلي شغلها يومي وضروري وحاجة لكل، مش بس هالشباب والصبايا، هالعيال يلي يعني كتير بحاجة لدعم منكم ودائما أنتم موجودين. الكوميتي دي جان مين يعني؟ بالسيزوبيل، بالسيزوبيل في كذا كوميتي، كوميتي دي دام، كوميتي دي فولونتير، دي بارون، وفي كوميتي دي جان. نحن بلشنا بالكوميتي ان اكتوبر 99، يعني صار لنا شي 13 سنة. نحن دي جان، كنا دي جون، هلا بطلنا دي جون، يعني انتر 16 و 17 فام. وبنشتغل نحن، البيوت تبعنا نعمل جورني شامبات، يعني ما بنشتغل على شيء ثاني، بس نحن ككوميتي. بس مع السيزوبيل بنعمل المعارض، بنساعدهم بالمعارض تبع نويل وتبع باك. بس نحن اكثر شيء الفوكس تبعنا هو الجورني، يعني من بعد معرض باك بنبلش بهالجورني نشتغل لها. بكفي كوميتي دي جان اذا كانت بس عم تشتغل على هالنهار يلي بخلينا نحس كلنا انه جان، يعني خلينا نرجع نعيش كل الاشياء اللي يمكن ما بنعملها محل ثاني، كل الالعاب ما بنعملها محل ثاني، كل اللقاءات يلي كمان ما بنعملها محل ثاني. فوقت كثير ناس بيلتقوا كل سنه بيلتقوا بهالجورنيه كمان. خبرينا شوي عن جورني شامبتر. جورني شامبتر هالسنه باول ايلول الاحد رح تكون بالجاردان دي مزار بفرد بيان. هي نهار بالطبيعه لكل العائله، يعني بيطلعوا بينبسطوا الكبار والصغار، اكتيفيتي منوعه. نحن بنبلش من الساعه 11 والبيفيه بتفتح الساعه 1، بيجوا مثل ما هن، يعني نهار بيعملوا اللي بدهم اياه، اكتيفيتي في مي وفي مش مي وفي مع الحيوانات وفي اتيفي وفي نط على الشجر، يعني عن جد ديفولمون غير شكل. وللاهل ان باراليل لانه بده يكونوا قاعدين في اراجيل، في يلعبوا طرنيب، ليخه، يعملوا كومبيتيسيون تشيس، في ميوزيك، في عندنا هيك كم سوربريز هالسنه تكينا شوي. بس هي هي، وبينبسطوا بيتغدوا، بقضوا نهار تأس اكيد روعه فوق. وهي هي، وبيتعرفوا في معرض سيزوبيل بيكون بالجاردان، بيتعرفوا على منتوجاتنا. اكيد اللي احنا بنجرب، يعني للي على باله يقرا من العالم اللي ما بتعرف عن سيزوبيل، بنوزع كتيب عن السيزوبيل، ما بنطوشهم كثير بنهارتها، بس انه للي على باله يستفسر اكثر كل شيء موجود. وبس بجيني ينبسطوا. رح نشوف بعض صور بهالسبوت، نشوف الاجواء بالجورني شامبيتر، ونشوف شو في جديد للسنه. أكيد. معك جنبي. مثل كل سنة سيزوبيل ناطرينكم لتقضوا أحلى نهار بالطبيعة بحدائق المزار بكفر دبيان، نهار الأحد 1 أيلول من الساعة 11 الصبح. في ألعاب للصغار وللكبار. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيزوبيل على 09 235 435. لا تفي بتصير برات الجردان مزار لورا شوي، لأنه في سيركويتا سيركوي برا. شو في جديد السنة؟ هلا كل سنه بنجرب نعمل شيء جديد، بتعرفي لانه صرنا 13 سنه بنعمل هالجورني، في عالم انه خلص ريبيتيسيون ريبيتيسيون، بقى كل سنه بنجرب نعمل شيء جديد. هالسنه عاملين ناتور اي انيمو، التيم تبع الجورني، يعني جايبين حيوانات مهضومه، يعني هلا ما بنفلتهم يعني، بس انه الاولاد فيهم يحملوهم يتصوروا معهم وهيك. وعاملين كيرمس، صرنا زمان مش عاملين كيرمس، كنا نعمل من زمان بعدين وقفنا فتره، هالسنه رجعين نعمل كيرمس.
وفي تشيس هالسنه جديد كمان، اول مره بنعمل تشيس كومبيتيسيون، وهول هن اون برينسيب غير المفاجآت الموسيقيه. هلا بضل في موسيقيه انه عندها مفاجآت، بضل في هيك بضل في هيك شيء عرفتي سربريز يعني اخر الدقيقه. دائما الاجواء كثير حلوه ورائعه بهال. كنا عم نحكي شوي عن الاتيفي، والاتيفي شفناه كيف عم يصير برات الجردان زار، ولكنه جايدد يعني وسيف وسكيور. اكيد لانه مثل ما شفتي كله هول القش وهيك طبعاً. يعني ما حده في بينت بول كمان، كله ناس بروفيشنال يعني صرنا زمان نشتغل معهم، بس بيطلعوا لبرا يعني ما فيك يعني ضجه وهيك حتى العالم. لكل الاعمار الاتيفي لا في يعني الصغار للي منه سيف يطلعوا عليها. لا هو بيقول لك في يطلع مع شخص ثاني اكبر منه، مع بيو، او في يطلع مع حدا ادولت يعني الولد. بس بعدين 12 اي بلس جو بانسيون يطلعوا لوحدهم. وقفه صغيره وبنرجع بنتابع موضوعنا. مجلس قيادة الثورة السورية يؤكد سقوط مئات القتلى في مجزرة بالغازات السامة في الغوطة الشرقية، ودمشق تنفي استخدام الكيميائي. الجنايات السورية تمنح الحرير وصقر مهلة لا تتجاوز 10 أيام للامتثال لها بتهمة تزويد الإرهابيين بالمال والسلاح. أوغلو لمنصور، خطف الطيارين التركيين تم في منطقة يسيطر عليها حزب الله، وعائلات الطيارين قد تخطفان لبنانيين في تركيا. الشيخ صغيب، أهالي المخطوفين لن يسلموا إلى القضاء لأن الاتهام سياسي، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لا يرضى بذلك. إلقاء القبض على القيادي الإسلامي صفوة حجازي في مكمن للجيش المصري في واحة سيوة في مصر. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم في تمام الثانية، ابقوا معنا. بواحد أيلول موعد جورني شامبيتر لسيزوبيل يلي كثير منكم بانتظاره، وكثير منكم اليوم رح يتعرفوا عليها لأول مرة. رح أرجع لعند جنوفييف وكارين لشوف، يعني أكيد في أشياء كثير حلوة، في أشياء جديدة، بس دائما في شغل وفي التنظيم كثير صعب لإيفنت من هالنوع. إيفنت عم يكون كثير كبير، عم يكون مكلف، وبنفس الوقت الهدف إنه يعود ريع هالإيفنت للشباب والصبايا بسيزوبيل يلي أنتم بتعتنوا فيهم على مدار السنة. شو الصعوبات اللي عم تواجهكم السنة؟ السنة شوي غير عن كل السنين، بس الله راد يعني رح يكون رح نوصل على نهار ونكون ممنونين، بس مش مثل غير السنين بالتقدمة اللي اجتنا. هلا كلنا بنتفهم، كلنا عايشين بنفس البلد وبنعرف شو مارق البلد، بس هالسنة كانت شوي صعبة علينا وبعدها يعني بقى نشوف يعني مثل ما الله بريد. يعني اكيد دائما في صعوبات، ولا مره ما كنا عم نمرق بصعوبات، ولكن دائما في هالحاجه يلي ضروري انه تكون مستمره. مصبوط. لانه مش الهم بس او انه نكون عندنا خطوه اولى مع الشباب والصبايا او اي حدا هو بحاجه لاي شيء، الهم انه نكون عم نستمر. جنفييف، خبرينا شوي عن البرودكت اللي انتم بتعملون كمان كسيزوبيل، واللي كمان بتكونوا كثير مميزين فيهم. اكيد هلا سيزوبيل عندها كثير برودويات بتشتغل فيهم. اول شيء اهم شيء عندنا الشوكولا، معروفين بالشوكولا سيزوبيل كثير طيب، وعنا مونت السيزوبيل كمان كثير طيبه، وعنا كل شيء مناشف وشراشف وهيك اشياء يعني. هلا بنهار الجورني رح يكون في معرض صغير للسيزوبيل، كل سنه بيكون في معرض صغير بنحط كل شيء برودويات السيزوبيل، بس بمدار السنه عنا بوتيكاتنا، يعني عنا بوتيك بالاشرفيه وبدبي وبالزوق وبقلب السيزوبيل. يعني حدا عايز شو ما كان، هنا دابيتود العالم بينطروا المعرض تيشتروا، بس انه بدي بحب اقول للعالم انه في عنا بوتيكات وفي عنا كل البرودويات موجودين بالبوتيك. وابارسا نعمل عنا جام شوكولا مزين، يعني على نوال منزين الشوكولا وعباك، غير هول مثلا في عنا للبريمير كومينيو نعمل ارانجمون شوكولا، للنيسانس كثير نعمل شوكولا مع سوفينيرات، والست اب تبع الشوكولا يعني بيطلع بعقد عن جد بصير حلو. بتعرفي انه هلا مع كل شيء تطور وكل شيء صار في منه وين ما كان، بقى كثير عم نتطور نحن كمان بالشوكولا وبزينه الشوكولا. وللاعراس كمان؟ للاعراس، نيسانس، كل شيء هيك اشياء يعني ايفينمونات عنا شوكولايات لهم. ودائما في افكار جديده يعني مام سوفينير، يعني عم نجيب سوفينيرات كثير حلوه من برا.
في افكار جديده واشياء مش دائما بتكون موجوده بالاسواق، لانه بيكون فيها كرياتيفيتي معينه، مش بس نقل يعني. وفي كثير كومبيتيشن اوقات ودرجه بكل الاسواق، بس زوبيل بضلك تلاقي شيء مميز وجديد وغير شيء عن الاشياء الموجوده بالسوق. لانه عم نسافر لبرا وعم نجيب اشياء ما في منهم بلبنان، لانه هون صار السوق كثير ساتوري، يعني كله مثل بعضهم بتحسي، عرفتي؟ نحن لا، عم نسافر نجيب من برا اشياء عن جد كثير هيك مميز يعني، وبينعرف انه هيدا برودوي سيزوبيل، خاصه بالسوفينيرات للنيسانس للبريمير كومينيون عم بيكونوا بعقده. الشباب والصبايا بسيزوبيل بيشتركوا باي انتاج؟ اكيد احنا بالمعمل في بالخياطه، بالدرس، بلف الشوكولا، يعني بكل مرحله كل ولد حسب قدرته حسب عمره بشارك يعني، وهن واهاليهم هذا كثير بحسسهم بالانتماء لهالمدرسه، هن يعني بيتهم الثاني ما بحسوها مدرسه. سو هن واهاليهم مين ما كان مستعد وبيعرف بنميله اياها وبيشتغل فيها. يعني غير المردود المادي في المردود المعنوي لما بيكون اكيد هذا اهم من المادي. عم ينباع هالقطع عم تنباع بتكون يعني في مردود معنوي كثير مهم للشباب والصبايا هون. ونحن كمان في شباب صبايا عندنا بالاداره على الفوتوكوبي بالمطبخ حتى مجالات عده يعني بيتطوروا بنمرنهم عليها وبضلوا معنا. كيف فينا ناخذ تيكتس وشو اسعار التيكتس؟ في اثنين تيكتس. اوكي مزبوط. في دو تيكي، عندك التيكي الفوشيا يلي للانفان بنسميها نحن ب 40,000 ليره، والادولت الخضراء ب 60,000 ليره. يعني للاكبر. للاكبر اكيد، يعني هلا من صفر لاربع سنين مجاني، دو 4 ل 12 هي 40,000، و 12 وطلوع 60,000. وفينا على التليفون، في نيميرو التليفون 09-233-940. مزبوط. لكن 09-233-940 هو الرقم يلي فيكم تتصلوا فيه اذا كنتوا حابين تيكتس. في غير محلات ممكن نلاقي تيكتس لسيزوبيل؟ لا بس على سيزوبيل. بس سيزوبيل بكل بوتيكات سيزوبيل كمان موجود؟ لا هن بتلفنوا بيحجزون، هن بوصلون اياهم وين بدهم. هلا احنا للي ما عرفنا وهيك كله عم نبيع، بس للي ما بيعرف حدا بيوصلوا له اياه مطرح ما بده. فاذا 09-233-940 اهلا وسهلا فيكم. عقبال كل سنه. ثانك يو. ميرسي مشاهدينا، وقفه هلا وبنرجع بنتابع برنامجنا.